بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نقوم بحل موضوع مسابقة الدكتوراه لجامعة شلف سنة 2019 في مقياس ميكانيك الكم. إذا لدينا تمرين الأول، سواء انيتا سبين اس يساوي ان دومي ديفيني بار لا فالور، عندنا بسي تساوي ا، عندنا شعاع بالمركبات او القيمه الخاصه ا، في الاس هذه تعني اشاره زائد، تعني معناتها زائد واحد على اثنين، وناقص تعني معناتها اللف او سبين موا اندومي. افيك ا اي بي ان سون فالابل لو نمبر كومبلكس. واش قال لي؟ قال لي يمكن كتابة بسي على الشكل بسي تساوي بي في الشعاع في، بحيث بي هي القيمة لا فالور برو بروبر، وعندنا الشعاع هذا في، مع في معرفة سابقا قلنا بالقيمة أو القيمة سي، بحيث سي تساوي أ على بي. يعني هذه فقط يمكن تغيير هذه العبارة بهذه العبارة بحيث C يساوي A على B. إذا نحن المطلوب مني كما نقول، هل هذه القيمة هذه يعني بC في A، أو هذه يسموها لا فالور إكزاكت، هذه يسموها لا فالور إكزاكت، وعندنا A هو لوبيراتور، وقلنا احسب هذه، تأكد من هذه المساواة، طبعا لأن هذه المساواة سنحتاجها في السؤال الثاني والسؤال الثالث. إذا نبدأ في الحل. إذا واش عندنا؟ عندنا قلنا بسي تساوي لنا أ زائد ب، هذه العبارة المعطاة، حيث أن بسي كذلك معرفة بعبارة أخرى ب و في، هذا شعاع آخر في، ماذا يساوي؟ يساوي لنا سي زائد ناقص فوالا، عندنا هنا واحد. الآن المطلوب مني هذه العبارة، وبرهن مساواة هذه العبارة ماذا تساوي. إذا سوف نقوم أولا بحساب أ بسي، حيث أ هذا هو عبارة عن مؤثر. إذا ماذا تساوي؟ إذا أ تساوي لنا، نعوض هذه بالقيمة ب، حيث هذه ب نقدر نخرجها هنايا لان عباره عن قيمه خاصه لهذا الشعاع. الان سوف نضرب هذه العباره في مرافق الشعاع بسي، اذا تصبح بهذا الشكل. ماذا تساوي؟ تساوي لنا واش عندنا بهذا، ستصبح مرافق بهذا الشكل أ، عندنا هنايا ب بسي، وتساوي لنا هذه النجمة معناتها مرافق بسي أ، عفوا هنايا في وليس بسي، في جيد. الآن بما أن هذه قيمة غير الأعداد هذه ب غير مركبة، يعني بنجمة ب هي ب مربع. الآن نحسب المقدار في، عفوا بسي، ماذا يساوي؟ إذا قلنا تساوي لنا بنجمة بسي في ب بسي بهذا الشكل. نفس الشيء عندنا هنايا
تصبح بمربع في في. الآن كما تلاحظون أن بسي أ بسي على بسي بسي مش تساوي تساوينا بمربع في أ في على بمربع في في. إذن هذه تختزل ونكون برهنا على المساواة. هذه طبعا نحتاجها في السؤال الثاني. الآن المطلوب مني كالكيلي la valeur moyenne SX, SY, SZ. حيث عطانا SX أو المؤثر الأوبيراتور SX, SY, SY, SZ عفوا عطانا معرفة بهذه العبارة بحيث SE و E يساوي XY, Z وش تساوي H بار على 2 في مصفوفة باولي X. هذه مصفوفة X, Y و Z. إذن نبدأ في حساب القيمة الأولى. إذن نبدأ وش عندي SX وش قال SX وش تساوي SX تساوي لنا بسي إكس بسي على بسي بسي. قلنا هذه نفسها نقدروا نكتبوها كما برهنا لها. هذه هي نفسها في اس إكس في على في في. أنا كنا برهنا سابقا المساواة. الآن عدنا اس اكس المؤثر هذا وش قلنا يساوي اش بار على 2 في المصفوفة باولي 0 1 1 0. هذه طهاني مطايد. وعدنا في وش يساوي يساوينا ا زائد زائد بي ناقص اللي احنا هذاش هذا الدالة هذه في عبارة عن شعاع يكتب بنا الشكل أ. نكتبو غير القيم الخاصة على نكتبو على شكل مصفوفة على شكل مصفوفة تكون أ ب لأنه هنا عدنا هذا هو زائد وهذه هي ناقص بهذا الشكل. كيف كيف هنا عدنا زائد المركبات كما نقولو عناصر المصفوفة فوالا بهذا الشكل. الآن هذا هو زائد هذا ناقص. الآن احنا واش راح نحسب؟ راح نحسب الآن اس اكس بالنسبة للفي واش تساوي. إذا عندنا اش بار على 2 في المصفوفة 0 1 1 0 مع الشعاع ا بي. الآن هذا جداء مصفوفة في عمود واش يعطيني؟ نعم نحسب عادي السطر في العمود واش يعطيني؟ يعطيني طبعا حيعطيني عمود واش عندنا صفر في الا صفر عندنا هنايا بي عندنا صفر واحد في الا ا زائد صفر في البي المجموع يكون ا. الان حنعاود نحسب الان هذه الشعاع نحسب الان شعاع المرافق. هذا شعاع المرافق اذا كان عمود حيصبح الان سطر بهذا الشكل ا بي هكذا. يعني هنحسب هذا المقدار في هذا المقدار اللي حسبته سابقا واش تساوي ا ب. هنا نقدر نديرو له اذا كانوا مرافقين نقدر نديرهم بهذا الشكل. واش عندي اش بار على 2 في شعاع ا ب واش تساوي لنا اش بار على 2. واش عندنا نحسب هذه هنا يقولنا نجمع عندنا بي أ نجمة في بي زائد بي نجمة في أ. هنا أرانا حسبنا الآن هذه القيمة. الآن وش لازم نزيد نحسب؟ نحسب القيمة هذه في في. إذا عدنا في 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 وش يساوي لنا
هي نفس هذه القيمة نفسها اللي هي قلنا A نجمة B نجمة السطر هذا في العمود B A ويساوي لنا A نجمة عفوا A هنا يا A A وهنا يا B عفوا إذا تولينا A نجمة A زائد B نجمة B اللي هي نفسها A مربع زائد B مربع فوالا الآن حنحسب هذا المساواة هذه واش تساوي لنا الآن في x في على في في واش تساوي إذا هنا واش حسبناها هي h بار على 2 a نجمة a b زائد b نجمة a على القيمة اللي هي a مربع زائد b مربع نزيد نبسطها تساوي لنا h بار على 2 a نجمة ب زائد ب نجمة A على A مربع زائد ب مربع فوالا الآن نمر لحساب المقدار عفوا S Y الآن طبعا بنفس الطريقة راح نحسب هذا المقدار إذن واش عندي S Y قلنا تساوي لنا في المؤثر S Y في على في في حنحسب هذا المقدار S Y في قلنا S Y واش تساوي لنا هي H بار على 2 في مصفوفة باولي Y اللي هي تساوي 0 A ناقص A 0 إذا واش تساوي لنا h بار على 2 0 ناقص a و a 0 في الشعاع في اللي هو يساوي لنا a b إذا واش تساوي لنا h بار على 2 السطر في العمود هيعطي لنا عمود طبعا عندنا 0 في الأ 0 ناقص ناقص B إذا تعطينا ناقص B كيف بالنسبة هنا تعطينا عفوا ناقص EB هنا عندنا E في الـ A هنا EA زائد صفر في الـ B جيد أنا هذا القيمة هذه راح نعاود نضربها في مرافق المصفوفة الشعاع عفوا في واش تساوي لنا اذا قلنا تساوي لنا a نجمة b نجمة في h بار على 2 في الشعاع ناقص اي بي اي a هو تساوي لنا h بار على 2 اذا عدنا هذا الشعاع في هذا واش تساوي لنا هي ناقص اي a نجمة b زائد اي بنجمة A جيد في كنا حسبناها سابقا قلنا واش تساوي لنا نحسبناها سابقا هذه القيمة نتاعها اللي هي دوما تساوي لنا A مربع زائد B مربع A مربع زائد B مربع إذا في سي في اس اي في لا في في قلنا تساوي لنا h بار على 2 في تخرجوا هنايا اي عامل مشترك عفوا واش عندي a نجمة ناقص a نجمة b زائد ب نجمة A على A مربع زائد ب مربع الآن نعود نحسب القيمة الأخرى اللي هي آخر قيمة S Z
نحسبها كذلك بنفس الطريقة. عندنا في اس زد في لا في قلنا نحسبو اس زد مع في اشبار الاثنين. عندنا اس زد ناش تساوي صفر واحد صفر ناقص واحد، عفوا واحد صفر صفر ناقص واحد في الشعاع ا بي. تنسين اشبار اثنين، عندنا ا ناقص بي. انا حنعاودو نضربو هذا المقدار في مرافق الشعاع في اللي هو قلنا في اس زد في شو يساوي لنا يساوي لنا ا نجمه بي نجمه اشبار الاثنين في ا ناقص بي، وتساوي لنا اشبار الاثنين ا نجمه ا ناقص بي نجمه بي، تساوي لنا اشبار الاثنين ا مربع ناقص بي مربع. الان المقدار في اس زد في لا في لان لا فالور هذه واش تساوي؟ قلنا تساوي لنا اشبار الاثنين ا مربع ناقص ب مربع، وهذه كنا حسبناها سابقا اللي هي ا مربع زائد ب مربع. جيد. الان هذه بالنسبه للسؤال الاول. الان كنا قلنا ان هذه القيمه هي نفسها هذه القيمه. الان راح نحسبوا لما بالعباره الثانيه اللي تساوي لنا في تساوي سي زائد ناقص هذه العبارة. فوالا. إذا عدنا هذا المقدار هذا عفوا في هو عبارة قلنا عن شعاع شو يساوي سي واحد بهذا الشكل. إذا عدنا اس اكس في واش يساوي لنا اشبار الاثنين قلنا صفر واحد واحد صفر سي واحد، وتساوي لنا اشبار الاثنين عندنا هنايا صفر واحد، اذا تعطينا واحد سي تعطينا واحد سي. جيد. الان عدنا باش نحسبوا هذه الان في قلنا هذا اس اكس في واش تساوي لنا سي نجمه انا سي نجمه مرافق واحد اشبار الاثنين في واحد سي، وتساوي لنا اشبار الاثنين عدنا سي نجمه زائد سي. قلنا انه سي ماذا تساوي؟ سي تساوي لنا كوتانجونت في على 2 اكسبونونسيال ناقص في، يعني سي تساوي لنا كوتانجونت على 2 اكسبونونسيال ناقص اي في، وسي نجمع اللي هي المرافق في على 2 اكسبونونسيال زائد اي في. الان كي نحسب هذه القيمه واش تساوي لنا؟ اشبار على 2 عندنا كوتانجونت في على 2 عندنا نخرجوا هذه عامل مشترك اكسبونونسيال اي في زائد اكسبونونسيال زائد اي في. فوالا.
وعندنا في في واش تساوينا اللي هي مربع او عطاها لي سابقا واش تساوينا كونتانجونت مربع كونتانجونت مربع تيتا على 2 الان واش تساوينا في اس اكس في على في في اذا تساوينا هذه القيمه اللي حسبناها اش بار على 2 كوتانجونت في على 2 في اكسبونونسيال ناقص اي تيتا عفوا اي تيتا عفوا اي في زائد اكسبونونسيال ناقص اي في على كوتانجونت مربع في هذه نقدر نختزلها واش تساوينا اش بار على 2 في اكسبونونسيال ناقص اي في زائد اكسبونونسيال زائد اي في على كونتانجونت في على 2 دونك نروحو نحسبو بالنسبه لاي بالنسبه لاي ايغريك جيد اذا بالنسبه لايغريك قلنا ايغريك واش تساوينا اش بار على 2 مصفوفة باولي بالنسبة لإيكغيك هي تكون ناقص اي اي صفر وعندنا في واش تساوينا تساوينا سي واحد اذا هذه واش تساوينا اش بار على 2 عندنا الصفر في سي والناقص اي في الواحد ناقص اي ثم هنا عندنا اي سي صفر في الواحد صفر الان نعاود نضربوها في في اس ايغريك في واش تساوي لنا سي نجمه واحد اش بار على 2 ناقص اي و اي سي هذه واش تساوي لنا اش بار على 2 عندنا ناقص اي سي نجمه زائد اي في سي وتساوي لنا اش بار على 2 ناقص اي قلنا سي تساوي لنا كوتانجونت تانجونت في على 2 اكسبونونسيال زائد اي في زائد اي كوتانجونت في على 2 اكسبونونسيال ناقص اي في بعد التبسيط اش بار على 2 نخرجوا هذه اي عامل مشترك مع اي مع كونتانجونت نديروا اي هنايا كونتانجونت في على 2 واش بقى لي بقات لي اكسبونونسيال ناقص اي في ناقص اكسبونونسيال زائد اي في جيد كنا قلنا باللي في في قلنا واش تساوي سابقا انا حسبناها هنايا هي عفوا هنايا زائد واحد هنايا زائد واحد واش تساوي قلنا تساوي لنا عندنا سي واحد عفوا سي نجمه واحد سي واحد اللي تساوي لنا سي نجمع سي زائد واحد اللي قلنا تساوي لنا كونتانجونت مربع تيتا على 2 زائد واحد الان في اس ايغريك عفوا في ولا في في قلنا تساوي لنا واش تساوي لنا ناقص اي اش بار على 2 كوتانجونت تيتا على 2 اكسبونونسيال ناقص هنايا اي فوالا في زائد اكسبونونسيال اي في على كوتانجونت مربع في 2 زائد 1 هنا عفوا هنايا هنايا قلنا زائد 1 عفوا هنايا مربع وين هنايا مربع زائد 1 هنا مربع زائد 1
مفهوم مربع زائد واحد. جيد. الآن بنفس الطريقة يمكن حساب اس زد، يعني بنفس الطريقة. بعدها واش قال لي؟ احسب بعدها قال لي احسب اس مربع اللي هي تساوي اس اكس مربع زائد اس ايغريك مربع زائد اس زد مربع، بحيث اس اكس مربع و اس ايغريك مربع و اس زد مربع معطات بهذه العبارة. وقال لك تأكد أن س مربع هذه أو هذه واضحة، قلنا لما نربع هذه أو بسيطة فقط هنا تصبح مرافق زائد إي، يعني هذه كي نربعها تعطينا هذه بلا ما نتأكد منها. فقط نحسب S مربع، S مربع قلنا S X مربع زائد S Y مربع زائد S Z مربع. اس اكس مربع عطاهنا، عفوا اس اكس عطاهنا، كي نحسبوا للتربيع واش راح نربعوا؟ راح نربعوا هذا الطرف كامل، تصبح لنا اش بار مربع او اش بار الاثنين كل مربع في سينس مربع في كوس في مربع زائد، نخرجوا هذه عامل مشترك اش بار الاثنين زائد سينس مربع في في سينس مربع في زائد كوس مربع في. الآن قمنا بتربيع هذا الطرف وخرجنا اش بار مربع اش بار على اثنين كل مربع، نتصبح عندنا سينس مربع في تيتا كوس في زائد سينس مربع تيتا سينس مربع في، هنا عندنا كوس مربع في، هنا حسبناها هنايا فوالا. جيد. الان قال لي تأكد ان سي مربع سي مربع تساوينا كونتانجونت مربع تيتا على اثنين، بحيث سي تساوينا واش تساوي؟ كونتانجونت تيتا على اثنين اكسبونسيال ناقص اي في، و سي نجمع قلنا تساوينا سي كونتانجونت في على اثنين اكسبونسيال زائد اي في، يعني سي مربع واش تساوينا؟ سي في سي نجمع، كي نحسبوها راح نسيبو هذا المقدار. جيد. الآن راح نمر للتمرين رقم اثنين. تمرين رقم اثنين، إذا عندنا التمرين الثاني حول لا فالور إكزاكت دو اش، لا فالور هذه لا فالور موان دو لاتوم هيدروجين بور لا فونكسيون، عطانا الدالة التي تصف هذه ذرة الهيدروجين حيث سي في تساوينا سي اكسبونسيال ناقص ار، حيث هذه الفا عفوا الفا تساوي هذه لا بارامتر فارياسيونال، اي سي كونستونت نورماليزاسيون اللي نسموها ثابت نظم الدالة، لأن يعني هذه الدالة منظمة، وهذه درسناها في السنوات الليسونس أن كل دوال الموجية التي تصف حركة جسم لازم تكون منظمة، يعني لازم تكون المنظمة. الآن إحنا وش راح نحسبها؟ راح نحسب هذا المقدار E يش يساوينا هذا القيمة التي نحسبها، بحيث أش عطاها لنا الطاقة الحركية زائد طاقة الكمون عطاهنا بهذه العبارة، وعطانا هذا التكامل اللي نحتاجه. طبعا هذا او يسمينا بسي في عفوا بسي الفا اش بسي، وعبارة عن واصلا عبارة عن تكامل. اذا نمر للحل مباشرة،
E تساوي عندنا E تساوي هنا في ألفا عفوا بسي ألفا H بسي ألفا. أنا هنا حنحسب هذا الطرف H بسي ثم الناتج اللي نصيبه راح نديرو التكامل من الصفر للمالا نهاية. هذا وش يساوي؟ عطانا H تساوي لنا ناقص H بار مربع لاثنين M نابلة مربع ناقص طاقة الكمون هي أو مربع على أربعة بي إبسيلون زيرو R. الآن بما أن الجملة المدروسة هي ذرة الهيدروجين يعني نحن نستخدم الإحداثيات الكروية R تيتا في. طبعا بما أنه أعطانا الدالة متعلقة ب R يعني تيتا وفي ما نحتاجهمش يعني بالنسبة لنابلة مربع راح يكون يساوي واحد على R مربع ديالة دي R R مربع ديالة دي R بهذا الشكل يعني تيتا وفي ما كاله نعود نديرهم لأنه مش هنحتاجهم لأنه احنا عندنا بسي ألفا متعلقة ب R فقط. جيد الآن حنروح مباشرة لحساب A H في ألفا وش يساوي لنا؟ يساوي ناقص H بار مربع لاثنين M نابلة مربع في بسي ألفا ناقص E لربع بي إبسيلون زيرو R في بسي ألفا. الآن إحنا اللي هذه أو بأي بسيطة نتهمنا هذه مربع نابلة مربع بسي ألفا هذه اللي حنحسبها وش تساوي لنا؟ واحد على R مربع ديال دي R R مربع ديال دي R وش عطاني بسي ألفا تساوي لنا C يعني نديرو سي اكس موسي ناقص الفا ار. الان راح نشتق هذه العبارة واحد على ار مربع دي على دي ار ار مربع. الان كي نشتق هذه العبارة واش تعطيني؟ ناقص سي الفا اكس موسي ناقص الفا ار. اذا سي الفا نخرجوها خارج ال تولينا ناقص سي ألفا لا R مربع دي على دي R R مربع إكسبونسيال ناقص R. هنعود الآن نشتقوه للمرة الثانية مش تساوي لنا ناقص سي ألفا لا R مربع لا. واش تساوي نشتق الأول في الثاني 2R إكسبونسيال ناقص ألفا ناقص ألفا R مربع إكسبونسيال ناقص ألفا R نعاودو نزيدو نبسطو فيها واش نخرجو R عامل مشترك هذا تصبح معليش نخلوها نخرجو هذي عامل مشترك واش تصبح ناقص نبداو بهذي ناقص مع الناقص هاي تروح تصبح عندنا C ألفا مربع R مربع على R مربع ناقص 2 C ألفا R على R مربع الكل ناقص ألفا R. الآن أنا حسبنا هذا المقدار أنا حسبناه واش تساوي الآن؟ عندنا ناقص H بار مربع على 2M في هذا المقدار وش يساوي؟ وش يساوي هذا المقدار؟ إذا تصبح العبارة من الشكل H بار مربع على 2M هنا عندنا تصبح ألفا مربع هنا عندنا C ديرو هنا C واحد على R
انبعد نزيدو هذه الثانية تصبح ناقص سي، نديرو اش بار الفا الكل مربع احسن على 2 ام، نديرو هكذا خرجنا هذه الناقص زائد هذه كذلك هي مضروبة في سي ار هذه باش تصبح او. عندنا سي 4 بي ابسيلون 0 في 1 على ال، عندنا هنا ال هذه كامل هي مضروبة في العبارة اسبونسا ناقص الفا. الان نعود ننظم العبارة تاعنا بحيث نكتب اش عفوا بسي الفا اش بسي، يعني حنعاود نضرب في سي للمرة الثانية واش تصبح؟ تصبح ناقص سي اش الفا الكل مربع على 2 ام زائد عفوا في 1 على ار زائد هنا عندنا ناقص عفوا اش بار الفا سي الكل مربع، خاطش حنضربو في هذه ما عندناش اي يعني ما كاش مرافق 2 ام زائد سي او الكل هنا عندنا مربع كل مربع على 4 بي ابسيلون 0 1 على ار في اكسبونونسيال عندنا تصبح ناقص 2 الفا ار. اذا هذه هي العبارة. الان باش نحسب او لابد ان نجري التكامل من الصفر لما لا نهاية دي ار على هذه العبارة. إذن نديرو صفحة جديدة، إذن نعاودو نكتبوها هنايا باش تكون أحسن. أو تساوي سي ألفا أش بسي وتساوي لنا ناقص سي أش بار ألفا مربع على 2 أم في 1 على أر ناقص أشبار ألفا سي كل مربع على 2 أم زائد سي أو كل مربع على 4 بي إبسيلون 0 في 1 على أر الكل إكسبونسيال ناقص 2 ألفا أر دي أر. هنا عطانا تكامل شهير معروف، حيث قال لك إكسبونسيال من صفر لما لا نهاية اكس ان اكسبونونسيال ناقص بيتا اكس دي اكس واش يساوي لنا ان عاملي على بيتا اس ان زائد واحد. هنا عندنا هنايا ثلاث تكاملات، عندنا هذا اي واحد وهذا اثنين هذا ثلاثة. نبدأ التكامل الاول قلنا يساوي سي اش بار الفا مربع على 2 ام من صفر لما لا نهاية واحد على ار اكسبونونسيال ناقص 2 الفا ار دي ار. هذه نقدروا نكتبوها ار ناقص واحد، يعني ان هنايا شحال تساوي؟ ناقص واحد، ناقص واحد عاملي على بيتا تاعي. واش هي بيتا؟ بيتا تاعي هي 2 الفا، 2 الفا اس، والان تاعي ناقص واحد زائد واحد، لهذا المقدار يساوي لنا صفر، يعني تساوي لنا ناقص واحد عاملي تساوي ناقص واحد. إذن إي وش يساوي؟ ناقص سي أش بار ألفا على 2 أم كل مربع في ناقص واحد اللي تساوي لنا عفوا في ناقص واحد درنا هنا الناقص. الآن نروحو للتكامل الثاني، وش يساوي لنا؟ أش بار ألفا سي مربع على 2 أم من الصفر لما لا نهاية اكسبونونسيال ناقص الفا 2 الفا ار دي ار، وهذا يساوي واحد ناقص واحد على 2 الفا اشبار الفا سي مربع على هنايا ام على 2 ام اللي يساوي ناقص اشبار الفا اش بار سي مربع هنايا الفا حنختزل
الفا مع الفا وتصبح هنايا 4 ام هنايا قلنا اكسبونونسيال ناقص 2 الفا ام اكسبونونسيال ناقص 2 الفا ام التكامل الثالث واش يساوي لنا سي او مربع على 4 بي ايبسيلون 0 تكامل من الصفر للملانية 1 على ار اكسبونونسيال ناقص 2 الفا ار هذا نفس اللي حسبنا سابقا قلنا يساوي هذا التكامل كامل يساوي لنا ناقص 1 إذا تصبح ناقص سي او كل مربع على 4 بي ايبسيلون 0 الان او واش تساوي تساوي لنا 1 زائد 2 زائد 3 هذه مجموعه التكاملات او يساوي لنا واش عندي ناقص سي اش بار الفا الكل مربع على 2 ام زائد التكامل الثاني ليساوي لنا ناقص الفا اش بار سي مربع على 4 ام اكسبونسيال ناقص 2 الفا ار زائد التكامل الاخير اللي هو سي او الكل مربع على 4 بي ايبسيلون 0 قلنا هذه هنايا ناقص بهذا الشكل اذا هنايا كنا حسبنا قيمة جيد الآن بالنسبة للتمرين الثالث نظرا لأن بطارية الهاتف ضعيفة سوف نقوم بحل هذا التمرين في الفيديو الموالي له إذن انتظرونا في الفيديو الموالي.